احنا اليوم كنتواجدوا ب ايت ملول من ضواحي اكادير لحضور جنازة الشهيد باسو الشهيد لقمة العيش. حقيقة احنا كمهنيين تأثرنا بزاف بهذه الفجعة وكنبغي نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي كلف السلطات ديال المغربية بمالي لنقل الجثامين ديال الإخوان ديالنا المهنيين. هذه فاجعة اللي احنا كمهنيين أثرت فينا ولكن ما غاديش تأثر في المسار المهني ديالنا لأننا غادي نبقاو خدامين وغادي نديروا هذيك الطريق وغادي نبذلوا واحد المجهودات اللي هي جبارة على أساس أن المبادلات التجارية ديالنا مع دول جنوب الصحراء تبقى قائمة الذات. وحنا لا يهيبنا أحد، حنا كنبغيو نقدموا التعازي ديالنا لأسرة الفقيد وكنقولوا إن لله وإنا إليه راجعون.